249 كيلو جرام. منافسات الأيبا الأوبن بوكسينج كلها تحث على السلامة والأمان وحفاظ على سلامة اللاعبين، ولا يتوجب فيها سقوط اللاعب أرضا لاستيجاب العد. بداية الجولة الأولى التي تجمع بين إندونيسيا وكازاخستان، من سيكون الأفضل؟ هجوم من الركن الأحمر إندونيسي بقوة ولكمة يمنى قوية، كلا اللاعبين يقفان بوضعية الأرثوذكس، الوضعية الأغلب أو الأكثر شيوعا في عالم من رياضة الملاكمة. مجموعة من اللكمات الإندونيسية والكازاخستانية، من الأكثر جودة لدى القضاء؟ الرد على هذا السؤال، لا تحتسب أغلب اللكمات المسددة من كلا اللاعبين، إنما يتوجب على اللكمة الصحيحة أن تحمل ثقل الجسم وتصل بوجه القفاز وليس بالبطن نحو الرأس أو الجذع، كما يمنع وصولها نحو خلف الرأس أو عند الظهر أو تحت الحزام، كما يجب أن يكون الحزام بلون واضح لتجنب ضربات تحت الحزام. لكمات قوية من اللاعب الإندونيسي الذي يبدو أكثر تصميما على إثبات مكانه في منصة التتويج في نهاية المطاف. اللاعب الأزرق الكازاخي حذر مع جزء كبير من المراوغة والزوغان كما تعلم في النادي. لاعب المنتخب الإندونيسي يواصل اللكم والهجوم القوي واللكمة الخطافية اليسرى، لكمة قوية من اللاعب الإندونيسي لانجو. دانيال حذر ويبدو أنه لديه تعليمات من المدرب بعدم الإقدام على منافسة جريئة منذ الجولة الأولى. مدرسة الكازاخية والحذر لدى اللاعب الكازاخستاني، مميزات كثيرة منها الحذر، ولكن اللاعب الإندونيسي ينال الكثير من الاستحسان في الجولة الأولى من وجهة نظري الخاصة. مراوغ وزوغان من الركن الأزرق والركن الأحمر له بالمرصاد مع تسديد اللكمات القوية نحو الجذع وتنبيه شفوي من الحكم من دولة الهند للركن الأحمر بالرفع الرأسي عاليا، ارفع رأسك فأنت في منافسة قارية لأسياد آسيا. الميقاتي يشير إلى قرب انتهاء الجولة الأولى، فقط 10 ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى، وبالفعل يقرر الميقاتي قرع الجرس وإنهاء الجولة الأولى مع تفوق بسيط من الركن الأحمر الإندونيسي. نتمنى التوفيق لكلا اللاعبين والأفضل البقاء للأفضل. اللاعب لانجو من إندونيسيا من جاكرتا واللاعب دانيال سابيت من كازاخستان أستانا، أي العاصمتين التي ستفرح في نهاية هذا اللقاء؟ هل مزيد من اللقاءات القوية القادمة من أبطال آسيا ومن اللاعبين الأولمبيين المؤهلين لطوكيو؟ إعادة بالبطء لمجريات اللقاء الجولة الأولى، لكمتين قويتين خطافية من الركن الأحمر ومستقيمة، ويتبعها أخرى مستقيمة من الركن الأحمر ثم مستقيمة يمنى من الركن الأزرق كلكمة دفاعية أو لكمة مرتدة قوية. لنرى ما أسفرت عنه الراحة ونصائح كلا المدربين. اللاعب الكازاخي، يا ترى أتعجب ماذا أخذ من المعلومات من مدربه، ولكن سنرى في هذه الجولة الثانية. الحكم يعطي إيقاف مؤقت ليعطي إنذارا شفهيا للاعب الركن الأزرق برفع الرأس عاليا، وقد لا يكون إنذار بالضرورة، هو تنبيه
بضرورة إبقاء الرأس عاليا تفاديا لاصطدام الرأس، تجنبا للهيد بات. الهيد بات وهو النطح بالرأس أو اصطدام الرأس، سواء كان على طريق الخطأ أم عن طريق التعمد، ويتوقف قرار الحكم عن في هذه الحالة على القصد أو الطريقة التي وقع بها هذا الخطأ، وإن شاء الله ما يكون في إصابات، حيث نتمنى السلامة لجميع اللاعبين المشاركين في هذه البطولة القارية الدولية المقامة على أرض دبي عاصمة الرياضة الدولية والعالمية. مجموعة من اللكمات، زوغان من اللاعب الكازاخي واللاعب الهندي يبدو في وضعية دفاعية في الجولة الثانية، قد يكون أخرج أغلب لكماته القوية في الجولة الأولى، وهذا التكنيك الكازاخي في انتظار الجولة الثانية واختبار الخصم، ومن ثم الظهور على الشكل الحقيقي، بل أن بعض اللاعبين يظهر بوقفة أو وقفة استعداد مغايرة في الجولة الأولى اختبارا للخصم، يصل به للوقوف لوضعية الوضع الأيمن أو الأرثوذكس، ويفاجئك في الجولة الثانية بوضعية الساوث بو. لاحقا سنشرح هذه المصطلحات بعد نهاية هذه المجموعة من اللكمات القوية. لاعب الكازاخي يبدو أفضل في الجولة الثانية، اللاعب الإندونيسي يبدو منهكا، لقد فعلت بنا الكورونا ما فعلت، أوقفت الرياضيين عن التدريب لفترات، عطلت البطولات، ولكن ها هي دبي تستضيف بمعايير السلامة الدولية ومعايير الوقاية، تنجح في تنظيم المزيد والمزيد من البطولات الدولية والقارية بمستوى عال وحرفي. نستكمل مجريات اللقاء، اللاعب الأندونيسي يحاول فرض السيطرة مرة أخرى، لكن اللاعب الكازاخستاني قد أتى بنصائح جديدة من مدربه. لكمات قوية يمنى مستقيمة من لاعب الكازاخستاني، قوية من اللاعب الإندونيسي، مستمر في مجموعة من اللكمات. Protect yourself all the time، القاعدة الأولى في الملاكمة. يبدو أن اللاعب الكازاخي كان يريد التحدث للحكم، لكن لم يسعفه الوقت. لا يتوجب على اللاعب التحدث مع الحكم مطلقا، وينبغي عليه التركيز مع مجريات اللقاء والانتباه للكمات الخصم. يجب أن تحمي نفسك طوال الوقت ولا تعطي فرصة للخصم للنيل منك، قد تكون لكمة واحدة هي لكمة الحظ في عالم الملاكمة، ويفوز اللاعب الخصم. مرة أخرى مع الراحة، وبالتأكيد المدرب الكازاخي سينقل هذه الخبرة للاعبه بعدم التحدث مع الحكم أو الانشغال بغير المباراة التي تسببت في تلقيه لمجموعة من اللكمات المؤثرة والقوية التي سنراها في الإعادة بإذن الله. انظروا مجموعة من اللكمات القوية، اللاعب الكازاخي يبدو أفضل في الجولة الثانية، ولكن الإندونيسي فجأه بمجموعة من اللكمات في نهاية الجولة. تبدأ الجولة الثالثة من هذا اللقاء القوي بين إندونيسيا وكازاخستان. اللاعب لانغو من إندونيسيا يجابه دانيال من كازاخستان، لكمة قوية يسرى من اللاعب لانغو في الركن الأحمر، واللاعب الكازاخي يبدأ بحرص بعد أن تلقى لكمتين قويتين. لكمة في لا تصل إلى الهدف، ولكن يتبعها يمنى نحو الهدف ونحو الرأس الكازاخي. الإندونيسي يؤدي بشكل جيد الآن، لقد نال قسطا من الراحة، استرجع فيه طاقته وأخذ النصح من الخبرة والخبرة من المدرب، وعاد ليسيطر على الجولة الثالثة. اللاعب الكازاخي يبدو أكثر تركيزا ويتحرك بشكل أفضل، في حين يبدو اللاعب الإندونيسي بلكمات قوية ومؤثرة جدا. الحكم الهندي يشير للاعب الركن الأحمر بعدم المسك، حيث تعتبر هذه من المخالفات عند التكرار التي تستوجب الإنذار، ويستمر اللكم. مجموعة من اللكمات
القوية، الركن الأزرق والكونتر أتاك، الهجوم المضاد، لكمات من الركن الأحمر الذي يبدو مجهدا في هذه اللحظة. مجموعة من اللكمات القوية باللاعب الكازاخستاني التي اللكمات التي تصل إلى الهدف مع التعب والإرهاق، لن يمكنك منها لانجو لو كان في كامل لياقته، ولكن لقد أعياه التعب في الجولة الثالثة نظرا للمجهود المبذول في الجولتين السابقتين، ولكنه يحاول الإصرار أو يصر على استكمال المباراة بنفس الروح وبنفس القوة. لاعب الكازاخي مستعد للقاء اللكمة المؤثرة، انظروا لهذه الحدة في التركيز، اشتباك يجب فضه في 10 ثوان، ويشير الحكم فعلا إلى فض الاشتباك وإشارة للركن الأحمر بعدم المسك. مجموعة من اللكمات، اللاعب الكازاخي يبدو الأكثر تركيزا ويعتمد على اللكمات المرتدة، وكما نرى تم نال الإرهاق من لاعب لانجو من إندونيسيا، ولكن ذلك سيعرضك للمزيد من المتاعب، عليك الحماية بشكل أفضل لتجنب هذه اللكمات الصاروخية القادمة من أستانا. لكمات قوية ومؤثرة من الركن الأزرق، لكمة يمنى قوية وهناك سقوط لا يحتسب، ويشير الحكم إلى أنه سقوط لا يحتسب كنك داون أو كلكمة أو سقوط ناتج عن لكمة. وتنتهي الجولة الثالثة ونهاية المباراة، ليجيب القضاء على تساؤلاتنا من الفائز. هناك فائز واحد فقط، يا لانجو ويا سبيت من كازاخستان، توجه إلى منتصف الحلقة وانتظر قرار القضاء. لحظات من الترقب لنتائج. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner representing Kazakhstan. الفائز كان من نصيب دولة كازاخستان اللاعب سبيت الذي نال على استحسان القضاة الخمسة.